مرحبا مجددا إلى هذا الجزء من النافذة، والذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية في سوريا ورصد الوضع الإنساني والمعيشي هناك. أفاد مراسل الجزيرة في ريف دمشق أن 8 حافلات تابعة للهلال الأحمر السوري خرجت من معظمية الشام بريف دمشق وعلى متنها عائلات من أهالي دارية، وذلك ضمن الاتفاق الذي فرضه النظام على أهالي معظمية الشام قبل أيام. وأضاف مراسلنا أن الحافلات تقل من بقي من أهالي دارية المحاصرين في معظمية الشام باتجاه بلدة حرجلة بريف دمشق الغربي، ومن ثم إلى مراكز إيواء يشرف عليها النظام السوري. يذكر أن قرابة 1000 عائلة من أهالي دارية كانت قد نقلت إلى معظمية الشام. قال ناشطون إن سيدة وطفلتها قتلوا، وأصيب آخرون في قصف لطيران النظام استهدف أحياء سكنية في مدينة دومة بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، وخلف القصف دمارا واسعا في المنازل والممتلكات. قالت قوات المعارضة السورية إنها أسقطت مروحية روسية بصاروخ تاو الأمريكي المضاد للدروع، وذلك أثناء المعارك بين قوات النظام وفصائل المعارضة قرب منطقة خطاب شمال حماة. قالت قوات المعارضة السورية إنها قتلت عددا من عناصر قوات النظام ودمرت عددا من مدرعاته العسكرية، وذلك خلال محاولتهم التقدم باتجاه بلدة معردس، كما قصفت قوات المعارضة عددا من تجمعات النظام في مناطق عدة من ريف حماة. قال الناشطون إن عددا من المدنيين جرحوا جراء غارات روسية وسورية استهدفت مناطق عدة بريف حماة، كما قتل وجرح عدد من المدنيين جراء غارات مماثلة استهدفت أحياء بمدينة إدلب ومدن وبلدات كفر نابل وجسر الشغور وتفتناز وبنش بريفها، كما خلف القصف دمارا واسعا في المنازل والممتلكات. للإطلاع أكثر على ما حدث في ريف حماة ينضم إلينا عبر سكايب الناشط الإعلامي علاء فطراوي. علاء، ما هي آخر الإحصاءات في حماة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. طبعا اليوم مع ساعات المساء تمكن فصيل جيش العزي التابع لقوات المعارضة السورية من إسقاط مروحية روسية كانت تحلق فوق منطقة ريف حماة الشمالي فوق رحبة خطاب على علو منخفض، استطاعوا إسقاطها بصاروخ تاو مضاد للدبابات. طبعا هذه الطائرة بعد أن سقطت احترقت بشكل كامل وقتل جميع من فيها. أيضا قوات المعارضة استطاعت اليوم المحافظة على جميع النقاط التي كسبتها في الست أيام الماضية في منطقة ريف حماة الشمالي. تزامن هذه المحافظة على هذه النقاط بمحاولة تقدم الجيش على محور معردس والذي تبعد حوالي 9 كيلومتر عن مدينة حماة. طبعا تصدوا لهذه المحاولة، أكثر من محاولة في الحقيقة كانت تتصدى لها الثوار في هذه المنطقة، كبدوا قوات النظام
العديد من الخسائر في العتاد والأرواح. المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام تتعرض بشكل مستمر للقصف، قصف الطيران الحربي الروسي والسوري اليوم طيبة الإمام، اللطامني، أيضا قصف كفر زيتا وموريك وجميع القرى والنقاط التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية. أيضا القصف طال قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، قصف مخيما للنازحين وهم أغلبهم من ريف حماة في بلدة تلمنس، قام بالقصف على مركز مدينة كفرنبل في السوق الرئيسي وكان هناك شهيد وعدد من الجرحى، غارات بالطيران الحربي بالصواريخ العنقودية على مدينة إدلب، أيضا قصف على مدينة جسر الشغور في ريف إدلب. الوضع الإنساني متردي جدا، أكثر من 100,000 نازح من مدن ريف حماة الشمالي غادروا هذه المدن إلى جهات غير معروفة، إلى ريف إدلب، إلى جبل الزاوية، يعني كان النزوح بشكل عشوائي. نعم، يعني سؤال الأخير على ربما وهو الحدث إسقاط الطائرة الروسية المروحية، ما الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لهذا الحدث بالنسبة للروح المعنوية للمعارضة في هذه المنطقة؟ نعم، بداية نتكلم عن يعني استراتيجية المعركة بشكل كامل. استراتيجية هذه المعركة أتت للتخفيف عن حلب وكسرت خطوط الدفاع الأولى للنظام في ريف حماة الشمالي، كانت رقعة التحرير رقعة واسعة. بالنسبة لموضوع إسقاط الطائرة، هذه الطائرات الروسية كانت يعني كما يقولون هي طائرات لا يمكن لقوات المعارضة أن تسقطها. اليوم استطاعوا بصاروخ تاو، الصاروخ تاو ليس مضاد طائرات بل هو مضاد دبابات كما نعرف جميعا، استطاعوا إسقاط هذه الطائرة. بدأت المراصد تعمم، الناس في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي بشكل عام عمت الفرحة بين الناس نتيجة إسقاط هذه الطائرة. هذه الطائرات التي تقصف المدنيين، ترمي البراميل المتفجرة وتقصف بالنابالم وتقصف يعني. شكرا جزيلا علاء الفقراوي، كنت معنا من ريف حماة. مشاهدينا الكرام، نعود إلى ريف دمشق وينضم إلينا عبر سكايب الناشط الإعلامي ياسر الدوماني. ياسر الدوماني، أرحب بك. ويعني كانت هناك 8 حافلات تابعة للهلال الأحمر السوري قد خرجت من معظمية الشام بريف دمشق على متنها عائلات من أهالي دارية، وذلك ضمن الاتفاق الذي فرضه النظام على أهالي معظمية الشام قبل أيام. ما هي يعني الأوضاع ومن تبقى، وهل هناك من أهالي دارية من هو موجود؟ نعم، مساء الخير سيدي. الاتفاقية هي آخر مراحل اتفاقية دارية التي كانت تقضي بإخراج عوائل المسلحين والأهالي والمسلحين المتبقين العالقين من أهالي دارية. حوالي 285 عائلة خرجت اليوم بعدة باصات إلى منطقة حرجلة في غوطة دمشق الغربية، المخطط الذي خطط له النظام بتفريغ المدينة وتغيير الديموغرافية نفذ بالفعل. معظمية الشام تسودها حالة قلق وترقب بعد إنذار العميد غسان بلال بإفراغها وقصفها إن لم يخرج المسلحون حسب تعبيره. طالب بقوائم المسلحين في المدينة، طالب بتسليم السلاح كاملا ودخول مؤسسات الدولة. حاول الأهالي التوسط والتحدث إلى مبعوثة ديمستورا المندوبة ستيفاني، إلا أنها قالت أنهم مراقبون ولن يتدخلوا أبدا، وكأنها تخبرهم أن الأمم المتحدة ستكون كفيلة وغطاء للنظام بإدخال الباصات إلى مدينة معظمية الشام. حالة الخوف، حالة الترقب. طيب ياسر، وبناء على هذا الخوف، يعني ياسر عذرا على المقاطعة، بناء على هذا الخوف يعني جاء في أيضا أن حافلات الهلال الأحمر السوري التي نقلت أهالي دارية المحاصرين في معظمية شام نقلتهم إلى مراكز إيواء يشرف عليها النظام. هل هذه النقطة نقطة فعلا حدثت، وماذا يمكن أن يحدث لهؤلاء؟ طبعا الأمم المتحدة صرحت أنها غير كفيلة وأنها لا تضمن نظام الأسد، مما يدل على تواطؤ. ربما يقوم نظام الأسد باحتجاز الأهالي كما فعل مع من سووا أوضاعهم من مدينة معظمية الشام ومن سووا أوضاعهم من الزبداني والمناطق المهادنة. عشرات المعتقلين يتواجدون في سجن فرع الخطيب ويتواجدون في أفرع الجوية وغيرها ويذوقون أنواع من العذاب، مما يدل أن النظام عندما تسمح له الفرصة أن يخترق الهدن والمواسيق لا يتوقف عن
خرقها. أريد أن أقول شيئا مهما، اليوم كان أيضا قصف على عدة مناطق في محاولة من النظام أيضا لإركاع تلك المناطق، لا سيما مدينة دوما. اليوم استشهد طفلة روان عيروت وفاطمة عيروت ووفاء داوود جراء القصف بالطيران الروسي والقصف المدفعي، استشهدوا في بيوتهم في منطقة آمنة أعلنها المجلس المحلي خالية من أي وجود للعسكريين، وهي مدينة دوما. أيضا لا بد أن نتكلم يعني عن التغيير الديموغرافي. النظام أيضا يبث إشاعات في مناطق كثيرة كمضايا وقدسية ومناطق القابون وبرزة والغوطة الشرقية أنه سوف يدخلهم ليحاول يعني أن يغير الديموغرافية. طبعا نتكلم يعني عن منحى خطير وصلت له الأمور في غوطة دمشق والريف الدمشقي. هناك محاولة لتغيير ديموغرافية المنطقة وإسكان الإيرانيين. أول البارحة دخلت وفود إيرانية إلى دارية زارت المقام المزعوم مقام سكينة في محاولة من النظام السوري لتغيير ديموغرافية المنطقة وإسكان الشيعة. طبعا نقول شكرا يعني جزيلا. الوضع بات خطيرا ومنعطف خطير في الثورة في دمشق وريفها. ياسر الدوماني، شكرا جزيلا على وجودك معنا. خرجت عدد من المظاهرات في حي تشرين بالعاصمة دمشق ومناطق عدة في الغوطة الشرقية وريفها، طالب المتظاهرون من خلالها بإسقاط القادة وفتح معركة دمشق، ونددوا بصمت فصائل الجنوب، كما أكدوا على مطالبهم بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد. خمت الخبز وخمت العيش، خمت الشعب لاجلك صار، صلح عملتي ويا الجيش. معليش درعا، معليش معليش درعا، معليش بيت الاسد هي الجمعة المعطمية. الجمعة الثانية شو؟ ما فشلوه. الجمعة اللي بعدها شو؟ جيش الإسلام امبارح فتح معركة. طبعاً مثل ما شفنا احنا اليوم كنا طالعين مظاهرة نصرة بالكلمة طبعاً للبلدان اللي عم تتسلم عبر المفاوضات مثل دارية ومثل المعظمية. طلعنا نقول لجيش الإسلام وقت فيلق رحمن بيفتح معركة ما بده زلم منك، افتح جبهاتك مشان تآزره. كنا طلعنا نقول لفيلق الرحمن وجيش الإسلام بيفتح جبهاته، افتح جبهاتك آزره بجبهاتك، ما بده سلاح منك ولا بده زلم منك. بدنا تقطع راسك يا بكار الأسد، والغوطة الشرعية هي دريا اللي كانوا 700 واحد يا بكار الأسد اللي حطيت عليهم أنت وروسيا ونصر الشيطان. إن شاء الله هدول اللي هيبيشوكم. تكبير الله. بدنا المعتقلين، بدنا المعتقلين، بدنا المعتقلين. وقف كسر حصار دارية إلا المجاهدين في حوران. افتح الجبهات، الكل يتآمر علينا، حتى أولاد القادة. الأمم المتحدة الأسد يقتل والأمم المتحدة تمول. الأسد يقتل والأمم المتحدة تمول. داريا نحن رجالك، داريا نحن رجالك، الله يلعن خوانك، الله يلعن خوانك. كما ترون الآن الأحرار غير صامتين على هذا التخاذل الذي حدث في دارية والآن سيحدث في المعظمية، والحبل الجرار سيحدث إلينا وسيحدث في الغوطة الشرقية والغربية. فلا نريد تخاذل، ونقول لهؤلاء القادة المتخاذلين إلا من رحم ربي هذا الشعب الذي خرج وأسقط طاغية الشام الكبير، ليس بعاجز على أن يسقط هؤلاء الطغاة الصغار. خانوكي قادة درعا، خانوكي قادة درعا، خانوكي قادة درعا، خانوكي قادة درعا، وين النخوة والفزعة، وين النخوة والفزعة. احنا قضيتنا بسيطة، احنا بدنا قيادة غير هالقيادة تماما، لأنه هذول ارتبطوا بالخارج ارتباط حتمي وصاروا مكلبشين، وهن احدى شغلتين، يا خونة وعملاء يا جهال وما لهم عرفان، نوع الحالتين ما بدنا ياهون. بهذه الرسالة التي تتهم الأمم المتحدة بالتقصير وتطالب بالفزع لدارية تنتهي النافذة. شكرا على طيب المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله في نافذة جديدة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.